حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب كلثم الحيكي عضو مجلس النواب. بعد التحية سعادة النائب، طبعا ما هي قراءتك لمضمون تصريح جلالة الملك المفدى طبعا فيما يتعلق بحرصه على سلامة المواطنين والمقيمين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على هذه الاستضافة ومسيكم الله بالخير. طبعا الدعم المستمر والمتواصل من جلالة الملك حفظه الله لفريق لجهود فريق البحرين وتوجيهاته بتوفير كل ما يلزم في سبيل مواجهة وباء كورونا كان له أثر عظيم في نفوس المواطنين والمقيمين على المملكة في البحرين. وأعطى جرعة معنوية كبيرة وأمل بقدرتنا على هزيمة هذا الوباء، خصوصا من الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات والوفيات اللي شهدتها مملكتنا الغالية مؤخرا. فيما يخص قرارات فريق البحرين اللي تم إصدارها اليوم، أتت في سياق الجهود الكبيرة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين من أجل الحد من أعداد الإصابات الكبيرة واللي تم تسجيلها في الأيام السابقة. هذه الإجراءات تحملنا جميعا التحلي بروح المسؤولية والتقيد بالضوابط والإجراءات، خصوصا الأسبوعين القادمين من وصول لمعدلات إصابات آمنة وتقليل عدد الوفيات المؤسفة. نعم سعادة النائب، كيف تصفين الجهود التي يبذلها الفريق الوطني الطبي والكوادر الطبية والإدارية لمواجهة هذا الوباء وخاصة في هذه المرحلة الحساسة كما نعلم؟ طبعا من هذا المنطلق اسمحي لي أن أوجه أن أدعو المواطنين والمقيمين اللي هم جزء لا يتجزأ من فريق البحرين تجنب التجمعات بكل أنواعها في هذه الفترة الحرجة للحفاظ على سلامة الجميع ومحاصرة انتقال الوباء لعوائلنا. وعكس هذا فإن كل الجهود المشكورة والمقدرة للطواقم الطبية لن تكلل بالنجاح دون تعاون الجميع ومراهنين على وعي المجتمع البحريني للعبور نحو بر الأمان. نعم سعادة النائب كلثم الحيكي رئيس اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.